البغوري النقيب السابق قال إنه فما أحزاب الفساد والإسلام السياسي تقود انقلابا دون دبابات على الديمقراطية. صرح الرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نجي البغوري يوم الأربعاء بإذاعة شمس فام بأن أحزاب الإسلام السياسي وهم النهضة وائتلاف الكرامة وأحزاب الفساد كحزب قلب تونس وفق تعبيره تنظم حاليا عملية انقلاب حقيقية بلا دبابات ضد الدستور وضد الديمقراطية. أنا حالة هذا التصريح انا فيديو يظهر لي ناجي البغوري نحطه بربي فيديو شوف اش قال اللي هذا تعدى في عمليه انقلاب على الدستور وعلى المسار الديمقراطي عمليه انقلاب بلا دبابات. الان ما يجري هي عمليه انقلاب حقيقي من جهه اللي هي الاسلام السياسي احزاب الاسلام السياسي واحزاب الفساد. الان ما يمكنش يعني فصل السيطره على الهيئات الدستوريه بما يجري حاليا من مساعي للالتفاف على المحكمه الدستوريه. يوم امس يعني كانت هناك مظاهرات لناشطين، الناشطين هذوما كانوا عناوين الثوره اللي صارت 2011. هؤلاء الناشطين اللي تم الاعتداء عليهم وهم صحفيين وناشطين حقوقيين بسبب مشروع قانون خطير جدا، وهو قانون يعطي للقوات الأمنية الإفلات من العقاب ويعطيها سلطات ويعطيها حتى حق القتل بدون مساءلة وبدون عقاب. هذا سياق عام، سياق الانقلاب على الديمقراطية، سياق بعد يعني إغراق البلاد بالمال الفاسد، وتعرفوا ما شابه الانتخابات الماضية من استعمال المال السياسي ومن استعمال وسائل الإعلام بالكامل في الحملات الانتخابية، ضرب استقلالية وسائل الإعلام. ويأتي هذا المشروع، مشروع ائتلاف الكرامة، هو في الحقيقة يعبر عن أحزاب الإسلام السياسي اللي هي حركة النهضة ائتلاف الكرامة، ويعبر أيضا عن أحزاب الفساد. وأتحدث عن حزب قلب تونس اللي رئيسه كان في السجن بتهم تبييض أموال، وهذا لا يحصل في الديمقراطيات، لا يحصل في الديمقراطيات أن نرى الحزب الأغلبي في الحزب في البرلمان مشرع ورئيس هذا الحزب كان في السجن بتهم تبويض اموال. لا يحصل ان نرى ان اليوم الحزب الاغلبي، واتحدث عن احزاب الاسلام السياسي والتي تحوم حولها شبهات اغتيالات سياسيه، شبهات تسفير، شبهات امن موازي، هناك محاوله وسعي للانقلاب على المسار الديمقراطي، هناك سعي لضرب مؤسسات الدوله، لضرب الديمقراطيه. رئيس الجمهوريه وعد بشكل صريح انه سيرفض في حال ان مجلس النواب يعني صوت بالأغلبية على مشروع هذا المشروع المريب وهذا المشروع يعني الذي يحوم حوله كثير من الشبهات، مشروع ائتلاف الكرامة، فإنه رأس الجمهورية